بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما سائر أنواع الاستفتاح فمنها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس، كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اتفق عليه. كما تنقي أو كما ينقى؟ الذي موجود تنقي. كما ينقى. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. نعم. وهذا صريح في المكتوبة. نعم. قال أحمد: ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح. نعم. يعني هذا. نعم. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا أحيانا، أو نعم، كان يقوله بعد سبحانك اللهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على الاستفتاح بقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك. وذكر الشيخ مرجحات لهذا الاستفتاح على غيره، وأنه يقال في الفريضة، وأن ما عداه من الاستفتاحات قالوا في صلاة الليل. نعم. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا أحيانا، أو كان يقوله بعد سبحانك اللهم، كما كان يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحميد كما نذكر إن شاء الله. ومنها نعم، هذا الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة، رواه أنه في الفريضة، دل على أنه يقال في الفريضة. يقول الشيخ: ولعل هذا أنه كان يقوله أحيانا، أما الأكثر فإنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. ومنها ما رواه علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية نعم، وهذا أيضا نوع من الاستفتاح، وهو كما ترون استفتاح طويل وألفاظه جميلة جدا. وهذا في صلاة الليل، يقال في صلاة الليل لأنها هي التي تحتمل التطويل. نعم. هذا الأفضل يعني،
نعم. وفي رواية لأبي داود أنه إذا قام إلى الصلاة المكتوبة أحياناً، يعني إذا قام إلى الصلاة المكتوبة يقول هذا، لكن هذا يدل على أنه أحياناً وليس الأكثر منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية لأبي داود أنه إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وروى بعض ذلك أيضاً من حديث جابر ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر، وفي حديث محمد بن مسلمة كان إذا قام يصلي من الليل تطوعاً قال: وجهت وجهي، رواه النسائي. نعم، رواية محمد بن مسلمة تدل على أنه يقوله إذا قام من الليل، وفي أول الحديث أنه يقول في الصلاة المكتوبة، ولا تنافي بين هذا وهذا، أنه الأكثر أنه يقول في صلاة الليل، وإذا قاله في الفريضة لا بأس. نعم. ومن ذلك ما روى جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي رواية يقول في التطوع. نعم، وهذا نوع أيضا من أنواع الاستفتاح، لكنه يقوله في التطوع، يعني في صلاة الليل. نعم. وفي روايته يقول في التطوع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال أحمد: حديث جبير بن مطعم يدل على صلاة الليل. يدل على صلاة الليل. نعم. وحديث في التطوع، يعني في صلاة الليل. نعم. قال أحمد: حديث جبير ابن مطعم يدل على صلاة الليل، وحديث أبي هريرة يدل على صلاة النهار. نعم، صلاة النهار يعني النافلة. نعم. وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل ونحن في الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في الصلاة ثم قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، فرفع القوم رؤوسهم واستنكروا الرجل وقالوا: من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هذا العالي الصوت؟ فقالوا: هو هذا. فقال: والله رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح له باب فيدخل فيه، رواه سعيد وأبو نعيم. نعم، هذا أيضا استفتاح جميل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأثنى عليه، يدل على أنه مشروع في الفريضة، لكن أحيانا ولا يداوم عليه إلا أنه بسبب ثوران نفسه رفع صوته به، هذا هو الذي استنكر عليه، رفع الصوت. نعم. رواه سعيد وأبو نعيم، وروى من حديث وائل ابن حجر وعبد الله بن عمر: فجاء رجل فدخل في الصلاة فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صاحب الكلمات؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، ما أردت بهن إلا خيرا. قال: لقد رأيت أبواب السماء فتحت لهن، فما تناهن دون العرش. ثنى، هذا ثنى من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الاستفتاح، على هذا النوع من الاستفتاح، وإقرار له، فهذا مشروع أيضا. نعم. قال: لقد رأيت أبواب السماء فتحت لهن. قالها في الفرض، هذا الرجل قالها في الفرض، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه الاستفتاحات إذا أتى بها
في الفرض، لكن لا يجمعها، إنما يأتي بواحد منها أحيانا كذا واحد ينوعها، ولا بأس بذلك. وإن كان الأكمل والأفضل الحديث الذي سبق، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إلى آخره، في الفريضة. نعم. قال: لقد رأيت أبواب السماء فتحت لهن فما تناهن دون العرش. رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار عن أبيه وعن نعم عبد نعم، لأن الكلم الطيب يصعد إلى الله، كما قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل، ومنه هذه الكلمات صعدت إلى الله بحسنها. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم اجعلك أحب وأحسن شيء إلي وأخشى شيء عندي. رواه سعيد وأبو نعيم. نعم. وهذا نوع آخر من الاستفتاحات. نعم. ومن ذلك ما روى أبو العباس. رواه سعيد وأبو نعيم، يعني سعيد بن منصور. نعم، في سننه. نعم. رواه سعيد وأبو نعيم. ومن ذلك ما روى أبو العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك. رواه الجماعة. هذا أيضا نوع من أنواع الاستفتاحات. ولفظة قيام هذه قراءة في الآية، قيام مثل قيوم، ومعناه القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا القيوم القائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد والمقيم لغيره، وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. رواه الجماعة. في رواية لأبي داود كان في التهجد يقول بعدما يقول: الله أكبر. ومن ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا استفتاح عظيم أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يقوله إذا قام إلى التهجد في صلاة الليل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا ينبغي أيضا إذا أشكل على الإنسان شيء واختلفت الأقوال فيه ولا يدري أيها الصواب، فإنه يدعو بهذا الدعاء. نعم. وفي رواية لأحمد وأبي داود كان إذا قام كبر ويقول: اللهم رب جبرائيل الحديث. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لماذا خص هؤلاء الثلاثة من الملائكة؟ لأنهم الموكلون بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي هو المطر الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكل بقبض الأرواح والنفخ في الصور ثم تحيا النفوس، إذا نفخ في الصور طارت الأرواح من القرن
الذي نفخ فيه إلى أجسادها، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا. عن الذي سبق، الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكررها عشر مرات، سبح عشر مرات، يحمد الله عشر مرات. نعم. كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هذا نوع من الاستفتاحات. ومن ذلك ما روى حذيفة: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أبو نعيم كذلك، هذا نوع آخر. نعم. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. رواه أبو نعيم. فهذه الاستفتاحات، هذا التعليق الشيخ عليها. نعم. فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة كما جاء، يعني في الغالب أنها في النافلة، وإذا قال شيئا منها في الفريضة فلا بأس. نعم. فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة كما جاءت بها السنة. نعم. ولا بأس بها في الفرض، ولا بأس بها في الفرض، إذا قال شيئا منها في الفرض أحيانا فلا بأس. هذا ما جمع به الشيخ بين هذه الأحاديث. نعم. والشيخ كما قلت لكم إذا دخل في مسألة ما يخرج منها إلا وقد أشبعها بكل ما تتطلب، وهذا لسعة علمه رحمه الله وسعة اطلاعه وحفظه. نعم. فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة كما جاءت بها السنة، ولا بأس بها في الفرض، بل الاستفتاح بها حسن. نعم. نص عليه في غير موضع، قال في رواية، نص عليه أحمد، يعني إذا قال نص عليه فهو يقصد الإمام أحمد رحمه الله. نعم. نص عليه في غير موضع، قال في رواية منصور من أصحاب الإمام أحمد. نعم. قال في رواية منصور: أنا أذهب إلى حديث عمر الأول: سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. وإن قال: كلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس به بأس. نعم. وعامة ما قال، يعني يترجح في الفريضة سبحانك اللهم وبحمدك، وفي قيام الليل بقية الاستفتاحات، وإذا جاء بشيء منها أحيانا في الفريضة لا بأس. نعم. قال في رواية منصور: أنا أذهب إلى حديث عمر، وإن قال: كلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس به بأس، يعني كلما، مو كله يجمع في صلاة واحدة، لكن إذا قال بأحد هذه الأنواع في الفريضة لا بأس. نعم. وعامة ما قال في صلاة الليل أكثر، يعني أكثر ما يكون هذا في صلاة الليل، هذا الغالب. نعم. وقال: ما أحسن حديث أبي هريرة، كلام أحمد، كلام الإمام أحمد. نعم. وقال: ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح. نعم. وقال في حديث جبير ابن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه. نعم. وقال في حديث جبير ابن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه، ما أتبع، ما أتبع تعجب، هذا إن من فعله فقد تبع السنة يعني. نعم. وقال في حديث جبير بن مطعم: ما أتبع من ذهب إليه. نعم، أتبعه للسنة يعني، ثنى، هذا ثنى عليه. نعم. وقال في رواية ابن الحارث، يعني الإمام أحمد. نعم. قال في رواية ابن الحارث: أذهب، ابن الحارث ولا أبي الحارث؟ الظاهر أنه أبي الحارث. نعم. أذهب
إلى ما روي عن عمر. أي نعم، أول الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح كان حسنا. هذا كما سبق. نعم. فقد نص على جواز الجميع واستحسانه. نص الإمام أحمد بهذا الكلام على الجميع واستحسانها. نعم. فقد نص على جواز الجميع واستحسانه مع تفضيل استفتاح عمر. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك في الفريضة. نعم. وقد قال أيضا: أذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر. قيل له: فهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ترى أن افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه أنه في التطوع، إلا حديث عائشة. نعم، في التطوع، كل أغلبها في التطوع كما سبق. نعم. وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من قال يعني أحمد، ما جاء الكلام لأحمد. نعم. وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي في صلاة التطوع. هذا الغالب. نعم. نعم. قال القاضي: فإذا القاضي أبو يعلى من الحنابل. نعم. قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يستحب فعلها في صلاة الفرض، لأنها هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، كلام القاضي فيه نظر، يستحب لكن ما يداوم عليه. نعم. قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يستحب فعلها في صلاة الفرض، لأنها لو كانت مستحبة فيها لخص بها النفل دون الفرض. هذا ترجيح أبي يعلى رحمه الله. نعم. وهذا كالدعاء في الركوع والسجود، فلم يكره في الفرض دون النفل على إحدى الروايتين. نعم. وكالقنوت فإنه مشروع. التسبيح في الركوع والسجود هذا واجب من واجبات الصلاة. نعم. فلم يكره، أو هذا كالدعاء في الركوع والسجود فلم يكره في الفرض دون النفل على إحدى الروايتين، وكالقنوت فإنه مشروع في النفل دون الفرض. والصحيح الصريح القنوت وهو الدعاء في الوتر بعد الركوع، هذا في النفل في صلاة الليل، آخر صلاة الليل يجعله وترا ركعة واحدة ويدعو فيها دعاء القنوت بعد الركوع، هذا السنة، لا يقنط في الفريضة إلا في النوازل كما سبق، لا يقنط في الفريضة إنما هذا في صلاة الليل، ويقنط في الفريضة في النوازل. نعم. والصحيح الصريح هو الرواية الأولى، وأن ذلك جميعه حسن في الفرض أيضا. نعم، كما سبق. نعم. لأن حديث أبي هريرة صريح أنه كان في الفريضة، وحديث نعم. وحديث علي قد روي فيه أنه كان في الفريضة. نعم، فيدل على أنه أحيانا يأتي ببعض هذه الصيغ. نعم. وحديث جبير قد روى ابن أبي أوفى نحوه في الفريضة، لأن الرجل الذي على أنها يؤتى بها في الفريضة أحيانا، لا كما يقول أبو يعلى القاضي. نعم. وحديث جبير قد روى ابن أبي أوفى نحوه في الفريضة، لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: الله أكبر كبيرا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا جاء رجل وقد لعله إذ جاء رجل. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاء رجل وقد حفزه النفس، وقال سبق الحديث الذي سبق. نعم. وقال: الله أكبر، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال يعني سكتوا. نعم. فقالوا: إنه لم يقل بأسا. فقال الرجل قالوا يعني في أنفسهم، قالوا في أنفسهم إن الرسول ما قال هذا من باب الاستنكار،
لأن الرجل لم يقل بأسا. نعم. فقال الرجل: أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتهن. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ نعم، هذا كما سبق أقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من الاستفتاح وبيان فضله. نعم. وفي رواية ابن إبراهيم: وقد سئل عن الرجل يقول: الله أكبر كبيرا. ابن إبراهيم يعني إسحاق بن إبراهيم من أصحاب الإمام أحمد. نعم. وفي رواية ابن إبراهيم: وقد سئل عن الرجل يقول: الله أكبر كبيرا، فقال: ما سمعت بقول الله أكبر سبحانك. قال القاضي: فإن قال الله أكبر وأجل وأعظم، أو قال الله أكبر كبيرا، أو قال الله أكبر من كل شيء، انعقدت صلاته ولم تستحب هذه الزيادة بل تكره. وقال الآمدي وغيره: لا تستحب ولم يصفها بكراهة. نعم. والصحيح أن قوله الله أكبر كبيرا لا يكره بل هو حسن، وإن كان غيره أفضل منه، بخلاف قوله الله أكبر من كل شيء ونحوه، فإنه غير مأمور به. قال يعني زيادة هذه هي اللي، أما الأصل فهو مشروع. نعم. قال القاضي والآمدي: وهذا يدل على أنه لا تستحب الزيادة على التكبير في صلاة الفرض. لا يستحب الزيادة على الألفاظ الواردة في الاستفتاحات، ما يأتي الإنسان باستفتاح من عنده، وإنما يتبع ما ورد من هذه الاستفتاحات. نعم. فصل: إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأتي به في الركعة الثانية، إذا نسي الاستفتاح وشرع في القراءة لا بأس، لأن الاستفتاح سنة، ولا يأتي به في الركعة الثانية لأنه سنة فات محلها. نعم. إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأتي به في الركعة الثانية لفوات محله. نعم. هذا عامة قول أصحابنا الحنابلة يعني. وذكر الآمدي أنه إن قلنا بوجوبه كما اختاره ابن بطة فإنه يأتي به في الثانية، لكن الجمهور والأكثر على أنه مستحب، ولم يقل أحد بوجوبه إلا قلة من الأصحاب، فالراجح أنه لا يؤتى به في الركعة الثانية لأنه سنة فات محلها. نعم. وذكر الآمدي أنه إن قلنا بوجوبه كما اختاره ابن بطة فإنه يأتي به في الثانية، لكن القول بوجوبه قول شاذ أو قليل. نعم. وإن قلنا لا يجب فهل يأتي به في الثانية؟ على اختلاف في المذهب، وظاهر المذهب أنه لا يأتي به. نعم. والصواب طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح، يعني في الثانية، لا يأتي به في الثانية لأنه فات محله. نعم. والصواب طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح لأنه ذكر مشروع في موضع وقد فات محله. نعم. فلا يأتي به، كالتسبيح في الركوع والسجود إذا فات محله. التسبيح في الركوع والسجود إذا نسيه فإنه لا يأتي به في غير الركوع والسجود، لكن يسجد للسهو. نعم. كالتسبيح في الركوع والسجود وقراءة السورة إذا نسيها في الأوليين. قراءة السورة بعد الفاتحة إذا نسيها سنة، فلا يأتي بها في غير ما بعد الفاتحة، فات محله. نعم. وإن ترك الاستعادة في الركعة الأولى أتى بها في الثانية. أما الاستعادة إذا تركها في الركعة الأولى يأتي بها في الثانية، لأن الله أمر بها، قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن
أستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أمر بها فيؤتى بها في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، فإن نسيها في الركعة الأولى يأتي بها الثانية قبل القراءة. نعم. وإن ترك الاستعاذة في الركعة الأولى أتى بها في الثانية. نعم. ولا يأتي بها في أثناء القراءة لفوات محلها كذا ذكر. لا يأتي بها في أثناء القراءة في الركعة الأولى لأنه فات محلها فيها، لكن يأتي بها في الركعة الثانية. نعم. وإن ترك الاستعاذة في الركعة الأولى أتى بها في الثانية ولا يأتي بها في أثناء القراءة لفوات محلها كذا ذكر مسألة، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السنة يعني صيغة الاستعاذة، صيغة الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. مسألة ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، السنة لكل من قرأ في الصلاة أو خارج الصلاة أن يستعيذ. نعم. السنة لمن يريد قراءة القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة أن يستعيذ قبل القراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، وليس المعنى إذا فرغت من القراءة تأتي بالاستعاذة، لا، إذا قرأت يعني إذا أردت القراءة، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة فتوضأوا. نعم. السنة لكل من قرأ في الصلاة أو خارج الصلاة أن يستعيذ، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الاستعاذة من الشيطان الرجيم تطرد الشيطان عن القارئ، فلا تلتبس عليه القراءة، فهي تطرد الشيطان ولا يتمكن الشيطان من التشويش على القارئ، هذه فائدتها. نعم. لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام، ليس معناه أن يتوضأ إذا قام للصلاة. نعم. وقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي يريدون العودة. الذين يظاهرون من نسائهم، بأن يقول أنت علي كظهر أمي، يريد تحريمها، يريد تحريم زوجته عليه، وكان هذا طلاقا في الجاهلية وأول الإسلام، ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك فجعله يمينا مكفرة، كفارة الظهار. والشاهد من قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، يعني أرادوا العود، يعودون يعني أرادوا العود، فلا بد أن يكفروا قبل العود، لقوله تعالى من قبل أن يتماسا، فلا بد أن تكون الكفارة قبل أن يجامع ولا يؤخرها بعد الجماع. نعم. فإن قيل هذا أمر لمن كان أكبر مقصوده القراءة فقط، وهو القارئ خارج الصلاة والقارئ للقرآن في صلاة التراويح، قلنا الآية تعم القسمين. الآية ما لم تخصص، عامة لمن أراد القراءة في الصلاة، أي صلاة، وأيضا لمن أراد القراءة خارج الصلاة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا عام لا يخصص إلا بدليل. نعم. قلنا الآية تعم القسمين، بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير الصلاة فهي للقارئ في الصلاة أوكد. أي نعم، لأنها تطرد الشيطان عن المصلي لئلا يلتبس عليه
أمر صلاته. نعم. بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير الصلاة فهي للقارئ في الصلاة أوكد طردا لوسوسة الشيطان. لأمرين، للقراءة وللصلاة أيضا، ما يشوش عليه صلاته. نعم. طردا لوسوسة الشيطان عنه. نعم. ولما تقدم من حديث جبير ابن مطعم، وروى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم، هذه صيغتها، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وفي رواية: من همزه ونفخه ونفثه. رواه من همزه ونفخه ونفثه. الهمز يقولون موت الفجأة بسبب الصرع من الشيطان، والنفخ هو الكبر، والنفث هو الشعر والغنى، وكل هذا من الشيطان. نعم. وفي رواية: من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا أشهر حديث في هذا الباب والذي قبله. وإن نعم، هذا نوع من أنواع الاستعاذة. نعم. وإن كان في النافلة فإنه لا فرق في الاستعاذة بين الفريضة والنافلة. لا فرق في الاستعاذة بين الفريضة والنافلة والقراءة في غير الصلاة لعموم الآية. نعم. فإنه لا فرق في الاستعاذة بين الفريضة والنافلة، ولو لم يكن كان يبلغنا أنه كان يستعيذ امتثالا لأمر الله سبحانه، كما لم ينقل عنه نقلا ظاهرا أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج الصلاة إلا في حديث أو حديثين، ومعلوم أن ذلك لا محالة له. الكلام ركيك وله واضح، والمحقق تركه، نحتاج إلى تحرير ورجوع إلى الأصل. نعم. وقال الأسود. نعم. وقال الأسود ابن يزيد: رأيت الأسود عمر النخعي، يعني الأسود النخعي، إبراهيم النخعي والأسود النخعي وعلقمة النخعي، هؤلاء يقال لهم النخعيون، من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال الأسود ابن يزيد: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه النجاد والدارقطني. نعم. وجاءت الاستعاذة في الصلاة عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة. نعم. فصل: وفي صفة الاستعاذة أربعة أنواع. يعني صيغة الاستعاذة، صيغة الاستعاذة. نعم. وفي صفة الاستعاذة أربعة أنواع، أحدها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. كما ذكر الشيخ وذكره جماعة من أصحابنا، وهذا الموافق للآية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وذكره جماعة من أصحابنا وذكره الآمدي رواية عن أحمد لظاهر قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد روى سليمان ابن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تقال عند الغضب، يعني تقال عند الغضب، تقال في الصلاة، تقال عند قراءة القرآن خارج الصلاة، تقال عند الغضب أيضا. نعم. قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا مما يطرد به الغضب، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومنها أنه يتوضأ، يعني يشرع أنه يتوضأ ثم يذهب عنه الغضب بإذن الله، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان من مخلوق من النار، والماء يطفئ النار. وثالثا أيضا إذا يغير الحال التي هو عليها، إن كان قائما يقعد،
إن كان قائما يقعد، وإن كان جالسا يضطجع، يغير الحالة التي هو عليها يذهب عنه الشيطان. نعم. ولأن في حديث جبير بن، وإن كان ماشيا يقف. نعم. ولأن في حديث جبير بن مطعم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. كذلك هذه الصيغة هذا اللهم إني صيغة، إذا قالها فلا بأس، لأنها وردت في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. نعم. وكذلك روى النجاد 3 روايات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، قاله في رواية أبو بكر النجاد. النجاد أبو بكر النجاد هذا من الحنابلة، وهو إمام من أئمة الحديث، وله مصنف الحديث. نعم. وكذلك روى النجاد 3 روايات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، قاله في رواية جماعة، واختاره أبو بكر وقال قاله أحمد، يعني قاله أحمد في رواية الجماعة من أصحابه. نعم. واختاره أبو بكر والقاضي والآمدي وابن عقيل وغيرهم. اختاره أبو بكر الخلال، يعني اختاره أبو بكر الخلال. نعم. اختاره أبو بكر والقاضي والآمدي وابن عقيل. القاضي أبو يعلى. والآمدي وابن عقيل وغيرهم. ابن عقيل تلميذ أبي يعلى. نعم. وقد روي ذلك عن مسلم ابن يسار. نعم. وهو من أفضل التابعين، لأن ذلك فيه جمع بين ظاهر قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مع قوله في الآية الأخرى إنه هو السميع العليم، وهو نعم إذا زاد عليها إنه هو السميع، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم، يجمع بين ما جاء في الاستعاذة في القرآن. نعم. لأن ذلك فيه جمع بين ظاهر قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مع قوله في الآية الأخرى إنه هو السميع العليم، وهو أبلغ معنى، لأن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، كما في الأعراف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، كما في سورة فصلت. نعم. وهو أبلغ معنى، لأن ذكر الصفة بعد الحكم بحرف إن يقتضي أن يكون علمه وسمعه سبحانه لدعاء الداعي، وعلمه بما في قلبه سبب لإعادته وإجارته من الشيطان. نعم. إنه هو السميع العليم، يعني المناسبة أن الله يسمع قولك ويعلم ما في قلبك، هو السميع العليم، يسمع الأقوال ويعلم ما في القلوب. نعم. وثانيها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. لأن فيه جمعا بين صفة الله تعالى مع تقديمها. وقد تقدم في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. وروى أبو داود والنجاد في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وروى أحمد في المسند عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إلى آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يحفظونه حتى يمسي، ومن قالها إذا أمسى وكل الله به 70,000 ملك يحفظونه حتى يصبح. نعم. هذا فيه فضل عظيم. نعم. يعني يجعلها في ورده في الصباح والمساء آخر سورة الحشر. نعم. وروى النجاد لكن يستعيذ قبلها، قبل الآيات يستعيذ. نعم. وروى النجاد عن ابن عمر أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. وثالثهما أن يقول: أعوذ بالله، ثالث الصيغ، يعني ثالث صيغ الاستعاذة. نعم. وثالثهما أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم.
نعم يجمع بينهم. نعم. واختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب تخصيصا للصفة بإعادتها وعملا بظاهر قوله إن الله هو السميع العليم. نعم. مع السنة الواردة لذلك. نعم. وكيف ما استعاذ بما روي. هذا خلاصة ما سبق، أنه كيف ما استعاذ مما روي فحسن. نعم. وكيف ما استعاذ بما روي فقد أحسن، مثل أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. وهمزه الموتة وهي الصرع، ونفخه الكبر والخيلاء. نعم. ونفثه الشعر والأغاني الكاذبة. نعم. مسألة يكفي، نقف على هذا. الشيخ رحمه الله إذا دخل في مسألة لا يخرج منها إلا وقد استقصى البحث فيها، وهذا الشرح على العمدة لو كمل لكان مرجعا عظيما في الفقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صلاة الجنازة لها استفتاح؟ لا، صلاة الجنازة ليس لها استفتاح، ما ورد هذا. يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستعيذ ثم يسمي ويقرأ الفاتحة على طول، يستعيذ ويسمي ويقرأ الفاتحة على طول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا أحيانا أو كان يقوله بعد سبحانك اللهم، فهل في هذا دليل على جواز جمع أكثر من استفتاح في صلاة واحدة؟ لا، يجمع اللفظ هذا، ما هو يجمع هذه اللفظة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد والشر ليس إليك، مع أن الخير والشر كله بتقدير الله سبحانه؟ كله من الله، لكن ينزه الله أن ينسب إليه الشر، ينزه، هذا من باب التنزيه لله عز وجل، وإن كان الله خلقه وقدره، هذا من باب تنزيه لله والأدب مع الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا ما قدره الله فليس شرا، ما قدره الله كله فهو خير، وإن كان فيه ما يكره الإنسان فهو شر بالنسبة للإنسان من وقع عليه، أما بالنسبة لله فالله جل وعلا خلقه لحكمة، وكله بالنسبة إلى الله خير، أفعاله كلها خير، إنما الشر بالنسبة لمن وقع عليه العقوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن بعض طلبة العلم يقولون إنه إذا صلى في صلاة التراويح فإنه يستفتح في أول ركعتين ثم لا يستفتح بعد ذلك في التسليمات الباقية، فهل ذلك؟ ما قاله أحد فيما أعلم، هذا ما قاله أحد فيما أعلم، بل يستفتح في كل تسليمة، لأن كل تسليمة مستقلة عن التي قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تغيير ترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم تغيير الترتيب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد إلى قوله الماء والبرد والثلج، تقديم وتأخير؟ لا بأس، تقديم والتأخير لا بأس، وجمع هذه أنواع المطهرات، هذه أنواع المطهرات بالماء والثلج والبرد، هذه أنواع المطهرات كلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدل الأحاديث التي أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سمع من الصحابة في بعض الأدعية، هل يدل ذلك على جواز إحداث أدعية من عندي؟ لا، لما أقره النبي ما تحدثه أنت، لا، أقره النبي فهو بمثابة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تأتي وتحدث شيء ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الدعاء في السجود
ببعض ما ورد في دعاء الاستفتاح. هل يجوز الدعاء في السجود ببعض ما ورد في دعاء الاستفتاح؟ لا بأس، إنما الممنوع في الركوع والسجود قراءة القرآن، أما الدعاء فلا بأس أن يدعو ولو وافق دعاؤه ما جاء في الاستفتاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستفتاح الطويل هل لي أن أكتبه وأقرأه في النافلة من ورقة؟ ما له داعي، احفظه ولا أجيبه أخصر منه، ما له داعي أنك تكتب وتقرأ وأنت تصلي تنظر بالكتاب نعم هذا شغل عن الصلاة. نعم. وأيضا فيه تكلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد من قوله الله أكبر كبيرا، هل هذا مع تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة؟ هذا في الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرة الإحرام الله أكبر فقط، إذا قال كبيرة إلى آخره هذا استفتاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخل المأموم في الصلاة بعد فوات ركعة وأدرك الإمام في الثانية، فهل يذكر الاستفتاح لأن هذا أول الصلاة بالنسبة للمأموم؟ نعم، يستفتح ويستعيد حتى فيما يجهر فيه إمامه يقولون، لأن الاستفتاح والاستعاذة لا يتحملها الإمام عن المأموم فيأتي بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا استعاذ في الركعة الأولى فهل هذا كاف أم يكرره في الركعات الأخرى؟ يكفي في الركعة الأولى، الاستعاذة في الركعة الأولى تكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الاستعاذة، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى، هل المقصود بذلك تكبيرة الإحرام أم الركعة الأولى؟ لا، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى، الركوع لا يسمى تكبيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صلاة الجنازة فيها استعاذة؟ نعم، فإذا قرأت القرآن هذا عام، إذا أردت تقرأ الفاتحة في الجنازة فإنك تستعيذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أنه لا بد أن تكون الكفارة في الظهار قبل الجماع، فمن نعم لقوله تعالى من قبل أن يتماس. نعم. فما الحكم إذا فعلها بعد الجماع أو جامع أثناء الكفارة؟ أخطأ، يصير أخطأ، يستغفر الله ويتوب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من هو أفضل التابعين وهل هو أويس القرني؟ الله أعلم، الله أعلم، التابعون كلهم لهم فضل، كلهم لهم فضل، ولا نفضل بعضهم على بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم بالصلاة والإمام يقرأ فهل يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح أم يسكت لسماع قراءة الإمام؟ يقولون يقرأ حتى فيما يجهر، يقولون يستفتح ويستعيذ حتى فيما يجهر فيه إمامه، لأن الإمام لا يتحمل الاستفتاح والاستعاذة، ما يتحملها، ليست من المسائل التي حملها الإمام عن المأموم، ولكن لا يشوش، يكون برفق وفي سكينة ولا يظهر للصوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم في الصلاة والإمام ساجد فهل يكبر ويقرأ الاستفتاح ثم يسجد؟ لا، يكبر ويسجد يلحق بالإمام، كبر ويسجد ويلحق بالإمام، كما إذا جاء وهو راكع كبر ويركع مع الإمام ليدرك الركوع، ولا يقف حتى يقرأ الفاتحة ويستفتح، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض الأئمة
يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة التراويح ولا يقرأ بدعاء الاستفتاح بل يشرع مباشرة في الفاتحة، فهل عمله هذا صحيح؟ تارك للسنة، هذا تارك للسنة، عمله صحيح لكن تارك للسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أدعية الاستفتاح توقيفية؟ نعم توقيفية، ما تأتي باستفتاح من عندك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تكبيرات الانتقال تقال في أثناء حركة الانتقال أو بعد الانتهاء منه؟ أصلها أنها وقت الانتقال، وإذا نسي أو كملها بعد ما انتقل فلا بأس، لأن هذا يغتفر، يكثر وقوعه فيغتفر، لكن يحرص على أن يكون أثناء الانتقال من ركن إلى ركن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن طلاب في إحدى الدول الأجنبية، ولا يوجد مسجد قريب منا إلا على بعد 35 كيلو، فنضطر لإقامة صلاة الجمعة في إحدى الفصول الدراسية في الجامعة، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل يشترط عدد معين لإقامتها؟ ما تقيمونها إلا مع مستوطنين، أنتم لستم مستوطنين. من شروط صحة الجمعة الاستيطان، إذا كان هناك مسلمون في البلد مقيمون مستوطنون تقيمونها معهم تبعا، وأما غير المستوطن فلا يصلي جمعة. نعم، لأنه فاقد للشرط الاستيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي ابن عم لي، فجلسنا في بيت عمي لاستقبال المعزين دون عمل أي ولائم ودون إحداث أي شيء، فأتانا أحد طلبة العلم وأنكر علينا هذا الجلوس وقال: لا تجلسوا في البيت ولا تستقبلوا أحدا. يقول: فما توجيهكم في ذلك، علما بأن الناس إنما تعزي ثم تمشي ولا تجلس؟ عمل هذا وتنظيمه ما يصلح، عمل هذا لكن لا جاك واحد واستأذن عليك وأذنت له دخل وعزه ما في بأس، أما أنك تنظم هذا تنظم هذا وتجلس تنتظر هذا لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال عليه السلام أم يقال عليه الصلاة والسلام؟ أكمل، هذا أكمل، صلوا عليه وسلموا تسليما، تأتي بما أمرك الله عز وجل، تقول صلى الله عليه وسلم أو تقول عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل في مسألة في الإرث، يقول: رجل توفي وله ابنتان وأم وإخوة أشقة ذكور وإناث، سؤاله: هل لأخوات المتوفى شيء من تركته أم هي فقط للذكور من إخوته؟ هذا لازم تروح للقاضي وتجيب شهود على هذا، والقاضي يطلع لك صك يسمى حصر الإرث، لأنك يعني ربما يكون فيه ناس ما تدري عنهم من الورثة، أو بعض الناس يكذب يجحد بعض الورثة، أو يقول اللي ما حضروا ما لهم شيء، أو بعضهم يقول اللي ما هو بار بوالده وعاص والده ما له ميراث، ما يجوز هذا، لازم تروح للقاضي والمحكمة تجيب شهود على من هم الورثة الذين مات عنهم، ثم يخرج لك صك في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أوقف حد السرقة في عام المجاعة؟ نعم، لأجل الشبهة، شبهة الجوع والحاجة. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وإذا صح هذا فبماذا يرد على الذين يستدلون بمثل هذا على جواز تعطيل بعض الحدود بالاجتهاد؟ لا يجوز هذا، عمر رضي الله عنه خليفة راشد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين، أنت بتجعل نفسك مع الخلفاء الراشدين؟ ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يوفق بين جواز إنفاق الأموال الموقوفة على المشاهد والأضرحة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا؟ صير طيبة، أصل الأموال طيبة يا أخي، أصل الأموال طيبة، ولكنها جعلت في مصرف خبيث فتعاد إلى المصارف الطيبة، ولأن المال الذي ليس له مالك هذا يصرف في مصالح المسلمين، هذا ليس له مالك، لأن مصرفه ما هو بصحيح، يبقى ماله مالك مثل المال الضايع، فينفق في مصالح المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب السؤال الذي سأل عن إقامة صلاة الجمعة يقول في الطلاب الذين نقيم صلاة الجمعة يأتينا بعض المستوطنين ليصلوا معنا، فهل هذا كاف لإقامتها؟ إذا كان معكم مستوطنون فلا بأس، كان معكم مستوطنون فلا بأس. نعم، حصل الشرط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد التداوي بالسدر وتحديد 7 ورقات؟ نعم ورد هذا، أنه 7 ورقات ذكر في فتح المجيد، 7 ورقات من السدر يقرأ، يدقها ويخلطها بالماء ويقرأ معها من القرآن ثم يرش المريض بها، فهذا مما يشفى به من السحر بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزمني أن أرفع الطاقية عن الجبهة في حال السجود؟ لا، ما يلزم هذا، ما يلزم هذا، ولكن إذا حصرتها من أجل أن تباشر محل السجود فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تشرع صلاة الاستخارة في تعليم العلم كمن يريد أن يعطي إجازة؟ يا أخي، تعليم العلم مصلحته ظاهرة، ما في أشكال، لا يحتاج إلى استخارة، كل الأمور التي مصلحتها ظاهرة ما تحتاج إلى استخارة، إنما الاستخارة في الأمور المشكلة اللي ما يدرى هل هي صحيح ولا ما هي صحيح، هل هي من مصلحتك وليست من مصلحتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مسافر صلى صلاة المغرب ولما انتهى قام ليصلي صلاة العشاء قصرا فوجد جماعة تصلي المغرب، هل إذا صلى معهم بنية العشاء يلزمه إكمال الصلاة؟ نعم، لأنهم لا يقصرون، فهو حكم الإمام يتم الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين الأحاديث الواردة في كفر من ترك الصلاة وبين ما ورد من أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ مقيدة، ما هي بالأحاديث مطلقة، يؤخذ بالاستثناءات والمقيدات ويجمع بينها، ما يؤخذ المطلق فقط أو العام فقط، إنما يقيد ويخصص فيرد المحكم إلى المتشابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الدعاء في صلاة الجنازة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، يقول: أشكل علي تبديل الأهل، ما المقصود به؟ الزوجات، الزوجة في الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. سؤاله: هل التكرار 3 مرات للاستعاذة أم هو للاستعاذة والآيات؟ والآيات، استعاذة والآيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة أن ترفع السبابة بين السجدتين؟ لا، إنما ترفع في التشهد، التشهد الأول والأخير، هذا الذي ورد، أما بين السجدتين ما ورد هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خطب رجل امرأة بوجود محرمها، واتفقوا على أن يكون الزواج بعد عام، هل يجوز لهم تكرار الجلسات قبل الزواج أو هذا يدخل في الاختلاط؟ إذا كان ما يخلو بها وكانت متحجبة فلا بأس أن يجلس معهم، متحجبة وغير مختلطين وليست قريبة منه ولا يخلو بها، حتى لو ما خطبها يجوز، الرجال والنساء يجلسون جميعا، لكن مع انعزال النساء عن الرجال ومع تحجب النساء عن الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل تقدم إلى امرأة لخطبتها وهو مريض بمرض السكري، فهل يخبرها بأنه مريض بهذا المرض؟ هل يلزمه ذلك؟ إذا كان معديا فيخبرها بذلك، أما إذا لم يكن معديا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ المال من الأب وهو نائم علما بأنه بعدما يستيقظ أقوم بإخباره بذلك، هل هذا من السرقة؟ أحسن استئذانه لئلا يحصل سوء تفاهم، استئذانه إذا استيقظ طلب منه أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان على الجلد حبر فهل يجوز الوضوء والحالة هذه؟ لا بأس، لأن الحبر ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، لكن إذا أزاله من باب النظافة فهذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن الإنسان يجلس عند أو بعد دفن الميت بمقدار نحر الجزور؟ هذا أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو الذي أوصى بهذا، أما الحديث الصحيح يقفون على قبره ويسألون، يستغفرون له ويطلبون له التثبيت، هذا الذي صح في الحديث، ولم يقدر هذا بوقت، إنما هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصاهم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد شراء أرض من صاحبها، فهل لي أن أحول له مبلغ الأرض من حسابي إلى حسابه أو لا بد من الدفع نقدا؟ إيش؟ أريد شراء أرض من صاحبها، فهل لي أن أحول له مبلغ الأرض من حسابي إلى حسابه في البنك أو لا بد أن أعطيه المبلغ نقدا؟ حسب طلبه هو، قد يكون يرغب تسليم النقد أنه بحاجة إليه، أحسن له من تحويل على البنك، أنت تستشيره في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الجهر بالبسملة أمام المأموم الذي يعتقد أن الجهر بها واجب كقول الشافعية؟ ما حكم الجهر بالبسملة أمام المأموم الذي يعتقد أن الجهر بالبسملة واجب كقول الشافعية؟ لا، السنة أنه يجهر بها أحيانا كما يفعل ابن عباس أحيانا، وأما الأصل فهي لا يجهر بها، الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أول ما يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني أول ما يجهرون بالحمد، هذا دليل على أن التسمية، أن البسملة سرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يريد شخصان افتتاح شركة وسيكونان شركاء، لكن في الحقيقة أحدهما سيمتلك هذه الشركة لأنه هو الذي سيستثمر بماله سيأخذ جميع الأرباح وسيتحمل جميع الخسائر، أما الثاني فإنما يحتاج إليه لجنسيته حيث يتم تسجيل الشركة كشركة مختلطة الجنسية وفيه فائدة ونفع للشركة، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا مخالف للنظام،
هذا اللي يسمونه التستر، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود؟ سنة. الأذان والإقامة في أذن المولود سنة، يكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل. نعم. وما المراد حفظكم الله، يقول، بتحنيك المولود وما حكمه؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ريق الرسول مبارك، هذا اللي يظهر لي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قضى الإنسان الوتر فهل يذكر الذكر الوارد بعد الوتر وهو سبحان الملك القدوس؟ أي نعم، سنة هذا، إذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، هذا سنة وارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن زوجها يدعوها للجماع ولكنها لا تستجيب له لعدم رغبتها هي في ذلك، فتنصحه بالصيام، فهل يجوز لها هذا الأمر وهذا الامتناع؟ لا، هذا نشوز، هذا نشوز، وهذه معصية تعاقب عليها، وجاء الوعيد على من طلبها زوجها وأبت، أن هذا من النشوز والعصيان، لا يجوز لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن الإمام أحمد رحمه الله، هل ورد أنه قد رأى الله في منامه؟ الله أعلم، لكنه جائز أن يرى العبد الصالح يرى ربه في المنام، هذا جائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما ورد أو ما روي عن عمر رضي الله عنه من أنه ربط الشيطان ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك رباطه، هل هذا صحيح عنه؟ ما أعرف هذا. الذي ورد أن الرسول هو الذي قبض على الشيطان في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف، وقال: لولا دعوة أخي سليمان عليه السلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في المسجد حتى ترونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا دون أن يرفع يديه قبل الركوع. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا دون أن يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع، يقول: فهل يقال إن ترك رفع اليدين في الصلاة من السنة؟ أعد السؤال. يقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم، وين لقاه هذا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع وضع الأصابع أو وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان؟ نعم، سنة هذا، لأنه أرفع للصوت. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: هل يشرع الالتفات عند قول حي على الصلاة مع وجود المكبرات؟ هذا سنة، مع وجود المكبر وغيره، هذا سنة ثابتة لا يتركها المؤذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة الإتيان بجميع الأذكار الواردة بالاستفتاح أم الاقتصار على الراجح؟ تارة كذا وتارة كذا، لا يجيبها كلها، الاستفتاحات كلها، كل مرة يأتي بنوع منها، باستفتاح منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الكذب جائز في الإصلاح بين ذات البين، لكن بعض من نصلح بينهم إذا قلنا له: فلان يثني عليك ويحبك، يقول لي: قل والله أو احلف على ذلك، هل يجوز لي أن أحلف؟ لا تحلف، لا، صار ما هو مصدين كتركم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التحلق المنهي عنه يوم الجمعة هل المراد به إقامة حلق أم
وضع العلم يقول المطلق إيش؟ هل التحلق المنهي؟ التحلق لطلب العلم هو اللي منهي عن يوم الجمعة في صباح يوم الجمعة، لأنه يحتجز يعني